لحد لسه مخلص. هما سطرين يا جماعة، هتعملوا تو انستنس وتوصلهم ببعض، يعني مش عارف. نعم؟ زي الفل. هو لسه ما صحيش بس. لا بجد ما اعرفش هي مش كده صح؟ ايوه صح. طب كده الكاري اوت هيبقى في 2 كاري اوت، توصلهم ببعض بقى، تاخد الكاري بتاع اول ادر، الكاري اوت بتاع اول ادر تدخله في الكاري ان بتاع ثاني ادر. اه ده رسمه ثانيه، الكاري ان ده بعد كده الكاري اوت تدخله كده صح؟ بالظبط. بيقول لك ريكيرشن، عايز يعمل ريكيرشن في الهاردوير. بس كده المفروض اللي عندي انبوت اللي هو سي ان اصلا. ما السي ان بتاعك هيخش على اول ادر. وبعدين السي اوت اللي هيطلع منه هيخش على انه السي ان بتاع تاني ادر، والسي اوت اللي هيطلع من اخر ادر نفسه عشان بس لو ايوه في سي ان ناقص، انت محتاج تزود سي ان كمان. المفروض هتدخل بقى على الفيرست السي ان اللي هو جاي لك من بره صح؟ حطه في الاخر مش مشكلة. اه ماشي. ده البيتس بقى. لا لا الراجل ماشي مظبوط يعني. ليه وايد؟ بجيب اللي هي الاستراكشرال بتدخل الاستراكشن فبتعمل اي لا مش فاهم. كده على لا رجعوا ريجستر عادي. انت قصدك عشان عايز تبصي يعني؟ مش عايز تعرف تبصي ريجستر؟ ليش؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ هو علاء كان عامل لنا موديول بياخد 4 بيتس و4 بيتس والانبوت اللي هو السي ان يجمعهم الثلاثة ويطلع لنا الصم والكاري اوت، ده صح؟ اللي هو عمله المرة اللي فاتت. شيء بياخد 4 بيتس و4 بيتس وانبوت ويجمعهم ويطلع الصم والسي اوت، تمام؟ فهو قرر يستخدمه اللي هو الموديول اللي اسمه اد ده، عمل منه 2 انستنس، واحد اسمه فيرست، واحد اسمه سكند. خلاص؟
هو عايز يعمل ايه اصلا؟ عايز يعمل ادر جديد. الادر الجديد ده مش بيجمع 4 بيتس و 4 بيتس وانبوت، لا بيجمع 8 بيتس و 8 بيتس وانبوت، ويطلع السام اللي هو 8 بت والسي اوت. تمام؟ فهو كل الفكره ان هو بدل ما عايزه يبقى 4 بت عايزه يبقى 8 بت. خلاص؟ فقرر يستخدم اثنين 4 بت ويوصلهم ببعض. يوصلهم ببعض ازاي؟ هو يعمل تو موديولز كده، ادي الموديول الاولاني وادي الموديول الثاني. هيدخل الراجل ده نص الاي ونص البي، يعني 4 بيتس من الاي و4 بيتس من البي، وهيدخل لده النص الثاني نص من الاي ونص البي، هيدخل للاولاني السي ان، والسي اوت اللي هتطلع هيروح مدخلها في الثاني على انها السي ان بتاعته. يعني الراجل ده ليه سي ان، هو ياخد السي اوت بتاع الموديول الاولاني يدخله على انه السي ان بتاع الموديول الثاني، والسي اوت هي دي السي اوت بتاعت الدايره. فاحنا هناخد ده كده ويبقى هو ده الموديول ال8 بت. خد الاي والبي وزعهم على الاثنين دول، خد الـ A والـ B وزعهم على الاثنين دول ليه بزيرو؟ لا مش بزيرو عادي. اه انت قصدك اللي داخله في الاول يعني خالص؟ ماشي، هتبقى بزيرو مش هحط فيها حاجه. تمام خلاص؟ ده تمام؟ هو هيوصلني على السم ده ده الاول. ايه؟ هو ده اه يعني ده نص السام الاولاني وده نص السام الثاني. السي ان دخلت هنا والسي اوت جابها من هنا وصلها هنا. تمام؟ هو انا مش محتاج الاتش اي حاجه، انا ما عنديش كلوك دي كومبيناشنال سيركت، فما فيش داعي ان انا اعرف اي حاجه ريجستر. انا مش محتاج الاتش اي حاجه، صح؟ مش محتاج اخزن اي حاجه، دي كومبيناشنال سيركت وما عنديش اي كلوك، فانا مش محتاج ريجسترز في اي حاجه. عايز اعرفها ريجسترز اوكي، بس مش فارق. نعم. اه في السي اوت ده دي اول دوائر. ايوه ايوه ايه المشكله؟ انا المفروض ضغط اللي جمعته كله من واحد على الثاني. ايوه، ما السي اوت متوصل اهو هنا. ايوه، لو في بيت زياده بقى كده هتتفتح. البيت الزياده اللي هي السي اوت داخله على الموديول الثاني اللي هو داخله له على انها السي ان بتاعته. مش السي اوت فيها اوت كله؟ لا، الاوت بتاع ده عباره عن الصم والسي اوت. الصم 4 بت والسي اوت ده بت واحد، فالاثنين على بعض دول 5 بت. الصم والسي اوت ده 4 بت، وده البت الزياده. البت الزياده داخله هنا مع الباقي بتاع الاي والبي. هو ده عرفه ايه؟ عرفه ايه؟ مين بالظبط؟ السي اوت 1 دي. انت عايزه يعرفه ايه؟ لا انا ما اعرفش. هو عادي، احنا ما عندناش اصلا اي كلوك هنا ولا عندنا اي سيكوينشال سيركتس في الموضوع، فكل حاجه تتعرف واير عادي. يعني انا مش محتاج الاتش الداتا في اي حاجه. يعني احنا اتفقنا ايه اللي ينفع يبقى ريجستر وايه اللي ما ينفعش، خلاص؟ في الرسمه اللي كنت راسمها دي. انا بقول لك الحاجه اللي ينفع تبقى ريجستر اكيد ينفع تبقى واير. احنا كانت مشكلتنا ان الحاجه الواير ما ينفعش اروح اعرفها ريجستر. تمام؟ كان ممكن احط واير عادي. نعم. كان في ايه؟ اه ماشي، عشان اولز بلوك. اوكي. اه ما ينفعش.
ينفعش ما ينفعش اساين واير جوه اولوز بلوك. انتوا عارفين الكلام ده صح؟ حلو قوي. احنا الكلام ده على فكره هنغيره شويه لما نبدا في السيستم فيري لوج، يعني الكونسترينز الرخمه اللي مربطاكم في الفيري لوج دي السيستم فيري لوج جه مسح بيها الارض كلها، هنمسحها وهنعرف واير وريجستر في كل حته ونقصين اي حاجه في اي حته. اللي اتعمل في السؤال اللي فات لما السنسز تول تستلمه مش هتخليه ريجستر بجد. لما اكتب اولويز بلوك يعني الادر اللي هو عمله المره اللي فاتت ده سيكوينشال سيركت؟ لا كومبيناشنال سيركت، مش هيبقى فيه ريجسترز خالص. هو كتبه بالطريقه دي اه، بس التول لما تيجي تنفذه هتنفذه عن عباره عن شويه جيتس بس. هو مفيش كلوك هنا اصلا، مفيش كلوك، احنا معرفناش كلوك اصلا. لا الريجستر مش بيستخدم كلوك، يعني الفاريبل اللي اسمه ريجستر ده مش ريجستر بجد، ده مش بيستخدم كلوك ولا اي حاجه، ده فاريبل عادي زيه زي الانتجر اللي موجود في السي بلس بلس. عشان الرول الرولز بتاعت السنسز. ماشي؟ انا مش عايزك توجع دماغك بالكلام ده في الكورس ده بالذات، كان المفروض توجع دماغك في كورس الكمبيوتر اورجانيزيشن. تمام. هو مش مهم بالنسبه لنا خالص في الكورس ده احنا هنعرفه ايه يعني في الاخر، ده عشان الرولز دي معموله عشان السنسز، واحنا اصلا مش بعده بيقول ان السؤال اللي بعده بيقول ان احنا عندنا اكيوميليتور، الاكيوميليتور ده ليه 3 انبوتس، حاجه اسمها اي ام تي وريسيت وكلوك، والاوتبوت عندنا اوتبوت سم، يعني عندنا حاجه اسمها سم هو ده الاوتبوت بتاعنا. الاكيوميليتور هذا ان انترنال 32 بت ريجستر which is updated as follow on a positive edge of clock it adds الاي ام تي ال 32 بت ريجستر، يعني ده اكيوميليتور، الاكيوميليتور ده بيعمل ايه؟ عنده 32 بت ريجستر كده وعنده انبوت اسمه اي ام تي، كل بوزيتيف ايدج للكلوك بياخد الاي ام تي يجمعها على الريجستر اللي عنده في البوزيتيف ايدج للكلوك، وفي النيجاتيف ايدج اوف كلوك بياخد الاوتبوت الانترنال ريجستر ده ويروح يحطه على السم. تمام؟ يعني هو ليه انبوت اسمه اي ام تي وليه اوتبوت اسمه سم وعنده ريجستر مخزنه جوه، كل بوزيتيف ايدج ياخد الاي ام تي يجمعه على الريجستر وكل نيجاتيف ايدج ياخد الفاليو اللي موجوده في الريجستر دي ويحطها على السم. تمام؟ لما الريسيت بيجي ونيفر ريسيت از هاي ذا ريجستر از سيت تو زيرو اند ذا اوتبوت تشينجز ايميديتلي، تشينجز ايميديتلي يعني الريسيت ده اسينكرونس، اول ما الريسيت يبقى هاي الاوتبوت بيبقى زيرو وكمان الانترنال ريجستر بيتصف. احنا عايزين نكتب بيهيفيرال ديسكريبشن للموديول ده، سهل ولا صعب؟ تعالى بقى تعالى تشجع يا عم ده حاجه. تعالى من انتوا على ما تفكروا يكون علاء خلص. نعم 32 اه كلهم 32
كتير. قول له انت. كلهم 32. انترنال فمش انبوت ولا اوتبوت، اتعرفوا على انه فاريبل عادي. مش المفروض عايز تجمع رقم 32 بت على رقم 32 بت، الاوت بيطلع 64 بت. 33 طيب؟ ماشي دي عديها لك. لسه ما هو الاوت بيطلع مع النيجاتيف صح؟ هو امتى الاوتبوت يطلع 64؟ لو انا هعمل ايه في التو اوبرنس دول؟ ممكن مالتيبليكيشن. في حد بيقول مالتيبليكيشن؟ في حد بيقول مالتيبليكيشن صح؟ مالتيبليكيشن لو هضربهم الاثنين في بعض الريزلت المفروض تطلع مجموع التو بيتس. يعني عندي فاريبل 5 بت وفاريبل 5 بت وعايز اضربهم الاثنين في بعض فالاوتبوت اب تو 25 بت 10 بت. اوكي؟ ممكن اعمل تشيك ريسيت. نعم. بتاع الاوتبوت ممكن اعمل تشيك ريسيت بدل ما اكتبها. ماشي. هو انت ليه كاتب تمب بيساوي تمب بلس 1؟ تمب بيساوي تمب بلس اي ام تي. انا نايم والله العظيم. ولا يهمك. احنا ممكن نعمل نون بلوكينج. ايه؟ نعمل نون بلوكينج ممكن نقسمها على كده ولا؟ مش مشكلة. مش هتفرق صح؟ تقول اولويز ات ريسيت. تم بيساوي 0 قالوا زائد بوزيتيف ايدج الكلوك التم بيساوي تم بلس اي ام تي قالوا زائد نيجاتيف ايدج الكلوك التم هم حاجات مخاصره فممكن نعملها على 3 اوليف كلوك صح صح مش هتفرق النون بلوكينج وكده صح ولا هتفرق في ايه هي دايما المفروض تكون نون بلوكينج واحنا بنكتب الهاردوير لازم دايما اي حاجه فاريبل طالع يبقى بتحط له نون بلوكينج اساين ليه لان هو ده اللي بيحصل بجد في الهاردوير مفيش حاجه اسمها انا هبلوك الواير ده لغايه اما الداتا تيجي وبعدين احطها عليه هم كلهم بيروحوا مره واحده فاحنا دايما بنستخدم النون بلوكينج ده عشان السنسز تو حلو حلو زي الفل تسلم ايدك تمام حد عنده اعتراض على اللي كتبه علاء؟ وعلاء بيقول ايه؟ بيقول عند البوزيتيف ايدج للكلوك او البوزيتيف ايدج للريسيت هيخش في البيجين اند دي لو الريسيت بواحد هيخلي التمب بيساوي زيرو تمام؟ يعني ايه البوزيتيف ايدج للريسيت؟ يعني الريسيت يجوت اسيرتد الريسيت كان صفر وبعدين يطلع يبقى واحد تمام ما هو لما يحصل له بوزيتيف ايدج اكيد بقى هو مش المفروض ان يكتبها اول ريسيت بس ريسيت واحد عادي ولا واحد مش بوزيتيف مش فاهم فرقت ايه لما اقول هو لو كتبتها لو شلت البوزيتيف ايدج انا هخش سواء الريسيت كان بيجوت اسيرتد او بيجوت دي اسيرتد صح؟ مش فارقه ساعتها انا هتشيك هو بواحد ولا لا بس هو رايح دماغه مش هيخش البلوك غير لو الريسيت طلعت اصلا تمام فلو الريسيت بواحد هيخلي التمب بيساوي 0 الس هيخلي التمب بيساوي تمب بلس اي ام تي اللي هو الانبوت
تمام. وبعدين في اولويز بلوك مختلفه تاني تحت قال عند النيجاتيف ايدج للكلوك خد التيم بايا كان حطه على السم. تمام. مش مشكله. السم يتغير على طول. اه صح. قصدك ان احنا المفروض نيجي هنا ونصفر السم كمان. صح كده؟ تمام. اه. الاثنين بيبقوا زيرو. بيقول لما الريست يجي النيجاتيف ايدج اوف كلوك ماشي انا اكيوميليتور هي 3 انبوتس كذا 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 ذا اكيوميليتور هيز ان انترنال 32 بت ريجستر ويز ابديتد اون بوزيتيف ايدج كلوك سم وان ايفر ريسيت از هاي ذا ريجستر از سيت تو زيرو اند ذا اوتبوت تشينجز ايميديتلي. تمام. قصدك ان انت بدل ما تعمل تو اولويز بلوكس عايزهم تعملهم الثلاثه في اولويز بلوك واحده؟ لا ما كانش قصدي كده. قصدك ان هي تبقى واحده للريست وواحده للبوستج للكلوك؟ اه عادي. ممكن تحطهم الثلاثه مع بعض ان الكلوك لما تتغير. ايه؟ تحت مع النيجاتيف ايدج للكلوك تحت مكتوب ات نيجاتيف ايدج للكلوك خد الانترنال ريجستر حطه على السم. فانا مش عايز استنى النيجاتيف ايدج للكلوك، انا عايز اول ما الريست تبقى هاي اروح رايح مصفر. والله قصدك اكتب الريست تحت كمان. ماشي. الريست سيجنال بتعمل ايه؟ بتصفر كل حاجه. فهو بيقول لك الريست بتغير الحاجه immediately يعني asynchronous. اول ما الريست تطلع انا عايز الانترنال ريجستر يتصفر والاوتبوت يتصفر. فده اللي احنا عاملينه هنا. اوكي. ما هو الريست هيتغير يبقى بايه؟ الاوتبوت هيتغير يبقى بايه لما ارفع الريست؟ هدف الريست انها تصفر. فهو بيقول لك لما الريست تطلع الاوتبوت عايزه يتغير على طول يعني يبقى بصفر على طول. ماشي. الكود ده بقى بيقول لي ايه؟ الكود ده جايب لي فاريبل اسمه ايه وعمال لي يحط لي فاليوز مختلفه وحاطط ما بينهم ديليز مختلفه عشان نبص على ال اسمه ايه ده؟ البلوكنج والنون بلوكنج اساينمنتس. انتوا عارفين الفرق بين البلوكنج والنون بلوكنج اساينمنتس؟ الفرق بين البلوكنج والنون بلوكنج اساينمنت. البلوكنج بيوقف واحده سيكونش عشان الوقت بتاع كل بعد هو يخلص. النون بلوكنج. تمام. هو من اسمهم كده البلوكنج بيبلوك والنون بلوكنج مش بيبلوك. نون بلوكنج وبينهم ديليز. ما ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. مش هيبلوك. قصدك ان احنا نعمل كده. صح؟ ماشي. ده نون بلوكنج يعني بنفذ السطر ده وبعدين ما بستناش اي حاجه بخش على السطر اللي بعديه. السطر اللي بعديه بيقول لي اعمل ايه؟ استنى. فهتستنى وبعدين تخش على السطر ده. نعم. مش كانه بلوكينج ولا حاجه. انت عديته ودخلت على اللي بعديه بس اللي بعديه بيقول لك اقف وقفت. تمام. احنا هنقعد نلعب بالكومبينيشنز دي عشان تفهموا. نعم. اوكي. هو خلينا نتفق ان الديليز دي للسيميوليشن بس. ما فيش هاردوير بجد فيه ديليز. ما فيش حاجه اسمها هاش 1 في الهاردوير. ده فور سيميوليشن بيربس. فانا في بيستنى الكلوك. في الهاردوير السنكرونايزيشن بيحصل بالكلوكس والكاونترز. لكن ما فيش حاجه اسمها هاش 1 في الهاردوير.
ده مش باي ايكوال 5 هاردوير قصدك ايه؟ بتساوي 4 وايه بتساوي 5 ورا بعض في الهاردوير؟ مفيش حاجه اسمها كده. ده مش سايز ولا لا بجيتس ولا بديليز ولا من غير ديليز. الكلام ده بنكتب بنعمله فور سيميليشن، يعني الاي والبي دول انا هدخلهم كانبوتس للديزاين واشوفه بيتصرف ازاي. لكن الديزاين بقى انترنالي التايم بيكونسيدرت ازاي بالكلوكس والكاونترز. تمام ماشي. هنا بيقول لي ايه، تعالوا نرسم كده التايم لاين ونشوف ايه دي بتتغير ازاي. مش عند تايم ستيب 1 الاي كانت بواحد، فهنا الاي كانت بواحد. بعد كده هستنى 1 ستيب وبعدين اخلي الاي باتنين، فعند التايم باتنين هتلاقي الاي باتنين. بعدين هتستنى كمان ستيب وبعدين تخلي الاي بتلاتة، فعند التايم بتلاتة الاي هتبقى بتلاتة. بعد كده هتستنى 1 ستيب وتخلي الاي بتساوي 4، ومش هتستنى هتخش على اللي بعديه على طول، فعند التايم بيساوي 4 الاي هتساوي 4. وبعدين هتخش على السطر اللي بعديه على طول اللي هو بيقول لك تويت، فهتويت 1 ستيب وبعدين تخلي الاي ب 5، فعند التايم بيساوي 5 هتلاقي الاي بقت ب 5. نعم عادي لانه بقى برتب بس الاحداث. تمام ماشي. بعد كده استنيت 1 كلوك 1 كلوك سايكل وبعدين 3 كلوك سايكلز، دي بعديها سيمي كولون ودي ما فيش بعديها سيمي كولون. واخدين بالكم من ده؟ ايه الفرق ما بينهم لما احط ديلي بعدين سيمي كولون او ديلي من غير سيمي كولون؟ عارفين الفرق مش عارفين؟ مفيش فرق، هما نفس الحاجة. خلاص؟ فكده 1 و 3 4 عادي. فاحنا نستنى 1 كلوك سايكل و 3 كلوك سايكل وبعد كده نزود 1، فهنستنى 4 كلوك سايكل. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 6 7 8 9. هنا الاي هتبقى ابديتد وتبقى بايه؟ ب 6. طيب بعد كده هنستنى 1 كلوك سايكل وبعدين ننفذ السطر ده. حد فاهم السطر رقم 15 ده بيعمل ايه؟ بالظبط بيجمع الايه، بيجمع واحد على الايه بعدين يستنى 3 كلوك سايكلز بعدين يروح يقصاين. وده بلوكينج ولا نون بلوكينج؟ بلوكينج، يعني احنا مش هنروح اي حته غير لما نقصاين. فانا هجمع الايه بلس واحد وافضل 3 ثواني او 3 ستيبس تايم ستيبس وبعدين اقصاين الايه وبعدين اشوف اللي بعده. فانا هستنى 3 ستيبس 9 10 11 12 واجي عند ال 12 ابديت واخليها ب 7. فين ده؟ صح. استنيت 1 وبعدين جمعت الاي بلس 1 واستنيت 3 وبعدين ايه عملت ابديت. طيب بعد كده السطر رقم 16 بيقول لي استنى 1 كلوك سايكل، فانا استنى 1 كلوك سايكل. بعد كده السطر رقم 17 بيقول لي اي بلس 1 واستنى 3 كلوك سايكلز وبعدين اساين للاي. بس ده بلوكينج ولا نون بلوكينج؟ نون بلوكينج. فانا خلاص اي بلس 1 عرفت ان هي ان انا المفروض اجمع على الاي 1، يعني السبعه دي المفروض تبقى 8 وكمان 3 كلوك سايكلز هبقى اساين. ده انا اللي فهمته من السطر ده. بس بما انه نون بلوكينج فانا immediately بعد ما فهمت مش هعمل اي حاجه، هخش على اللي بعديه على طول. فهستنى هنا 1 كلوك سايكل. تمام؟ يبقى انا استنيت 1 كلوك سايكل بعد ما حطيت الاي خليتها ب 7، بعدين قريت السطر ده بس مش هستنى اي حاجه، السطر ده انا فهمته خلاص ان انا المفروض اجمع على السبعه 1 اخليها 8، كمان 3 كلوك سايكلز هبقى اعمل كده ان شاء الله، فكمان 8 كلوك سايكلز هبقى انفذ، كمان 3 كلوك سايكلز هبقى انفذ الراجل ده، هسيبني منه واخش على اللي بعده. ده خلاني استنى كلوك سايكل بعد كده اجمع على الاي احط في الاي اي بلس 1، الاي لسه ب 7 لان السطر ده لسه ما اتنفذش، ف 7 و 1 8 خلاص. يبقى انا استنيت هنا كلوك سايكل واستنيت هنا كلوك سايكل وبعد كده خليت ده 8، بعد كده هيكون ده عدى منه كلوك سايكل، فكمان 2 كلوك سايكلز هيروح يحط كام؟ 8 برضه، فمفيش حاجه تتغير. تمام؟
ليه هيحط 8؟ لان هو بيعمل الايفالويشن وبعدين يكمل. فهنا انا كنت واصل ان الاي ب 7 7 و1 8 هبقى احطها ب 8 كمان 3 كلوك سايكلز. بعدين استنيت كلوك سايكل وخليت الاي ب 8 بعدين ب 2 كلوك سايكلز هروح انفذ ده واخلي الاي ب 8 برده عشان الايفالويشن ده كان ب 8 ساعات. فانا لو كنت خليت الاي ب 19 كنت هرجع هنا اخليها 8 برده عادي. تمام؟ واضح ده ولا ملخبطك شويه؟ مش مشكله. ماشي، وصلتوا لغايه فين طيب مجمعين؟ لا هو الفكره ان الطريقه دي مش جديده، ان انا كمان بوصل نون بلوكينج فانا بكمل ماشي بكمل. تمام. يبقى لو عايز اسايمنت برضه تاني فبفكر فيها اسايمنت بلوكينج ولا لا، لكن انا بلاقي تايم بلاي واقول اه انا شغال على التيم تايم وان مع واحد جديد. تمام، هي بس محتاجه ورقه وقلم. تعالى ايه نرسم كده التو بارل باثس. انا جيت كده خليت الاي بتساوي 7، ده حصل امتى؟ في السطر رقم 15 صح؟ في السطر رقم 15 استنيت كده 4 كلوك سايكلز وخليت اي بتساوي 7 ولغايه دلوقتي احنا ما عندناش مشكله. استنيت بقى كمان تايم ستيب بقيت عند التايم 18، وقفت عند التايم 18 ده راح عند التايم 18 هنفذ السطر رقم 17. السطر رقم 17 ده بيقول اجمع على الاي 1 والاي ب 7 فالاي هتبقى 8. استنى 3 ستيبس وبعد كده اساين الاي ب 8. طيب هسيب السطر رقم 17 ده واخش على السطر اللي بعده هيخليني استنى كمان كلوك فابقى عند 19، وعند 19 السطر بيقول لي اجمع على الاي 1 فالاي هتبقى ب 8. امبرل الراجل ده لسه فاضل له 2 ستيبس، كمان 2 ستيبس هيوصل لان الاي المفروض تبقى ب 8، بس انا اوريدي خلاص عملت لها اساينمنت ب 8 فمش هيغير حاجه. يعني هو عمل ايرفورت في الاول رغم ان هو هيستنى لسه 3 ثواني. نعم. جمع الاي 1 رغم انه لسه هيستنى 3 ثواني، هو جهز الداتا بالظبط، هو ده اللي بيعمله بالظبط النون بلوكينج، بيجهز اللي على الناحيه اليمين بس ما بيعملش الاساينمنت غير بعد الديلي. تمام؟ فهو بييفالويت اللي على اليمين ويكمل. اول ما التايم يخلص هيروح ياخد الفاليو اللي كان عملها ايفالويشن ايا كانت ويحطها. تمام؟ هنا بالصدفه الاثنين كانوا بلس 1 فبقت 8 وخليتها 8، بس لو كنت هنا دي خليتها بلس 7 والفاليو دي بقت 19 كان الراجل ده لما يجي يتنفذ هيروح يخليها 8 تاني. تمام؟ هو الشيت اه باقي له كتير بس الوقت مش فاضل له حاجه فهنكمله المره الجايه ان شاء الله. شيت سي هنبدا بقى نتكلم فيه على الفيري لوج او السيستم فيري لوج. يعني انتوا عارفين ان الفيري لوج از سبست من السيستم فيري لوج. حاسس ان صوتي فيه صدى غريب كده صح؟ حاسس ان الصوت فيه صدى غريب كده. تمام ماشي. قبل بس ما نبدا نخش في الفيري لوج هنرجع نتكلم كده سريعا تاني عن الكفرج. اتكلمنا عن الكفرج في اول سيكشن وتاني سيكشن وهنتكلم شويه كمان في تالت سيكشن. اتكلمنا عن الكفرج في السيكشن اللي فاتت بس عايزين نحط النقط على الحروف كده ونحط ديفينيشنز للكلام اللي احنا بنقوله. اول سؤال بيسالنا يعني ايه كفرج، وكنا قلنا المرة اللي فاتت هو احنا ليه بنعمل كفرج اصلا وامتى بنعمل كفرج. قلنا ان احنا بنعمل كفرج عشان الكفرج هي مترك للفيريفيكيشن بروجريس بتاعنا. يعني الكفرج هي فيريفيكيشن للفيريفيكيشن. احنا اتفقنا ان الكفرج بتقول لي انا غطيت قد ايه من التست كيسز اللي انا المفروض اعمل لها تيستنج، او من الفيتشرز اللي المفروض اعمل لها تيستنج، او من الكود اللي انا المفروض اعمل له تيستنج. ففي الاخر الكفرج هي ميجر للفيريفيكيشن بتاعي. لو الكفرج مش كامله فاللي انا المفروض اعمله اروح امبروف الفيريفيكيشن بروسيس بتاعتي. فكنا قلنا ان الكفرج از فيريفيكيشن فور فيريفيكيشن. هدف من الكفرج ان هي تقول لي الكواليتي بتاعت الفيريفيكيشن عامله ازاي، وهل انا خلصت كل حاجه ولا في حاجات تانية محتاجه امبروفد في الفيريفيكيشن بروسيس. خلاص كنا اتفقنا ان احنا هنحتاج كفرج امتى؟ لو بنعمل راندمايزيشن. لو بعمل دايركت تيستنج فما فيش حاجه اسمها كفرج، انا اصلا اللي مختار التست كيسز، فما ينفعش اقول هو انا عملت تيست ايه وما عملتش تيست الايه، انا اصلا اللي مختار اعمل تيست الايه.
ولكن الكفرج بيكون ليها معنى لو احنا عندنا randomization. لو انا بعمل randomization للانبوت فعايز اشوف ايه الحاجات اللي انا غطيتها وايه الحاجات اللي انا لسه ما غطيتهاش وبالتالي اروح اغطيها. فاجابه السؤال ايه هي الكفرج؟ الكفرج هي متريك للبروجرس بتاع الفيريفيكيشن، بس ميجر كده للبروجرس بتاع الفيريفيكيشن انا وصلت لغايه ايه، وميجر للكواليتي بتاعه الفيريفيكيشن. خلاص طبعا شفنا المره اللي فاتت الست انواع بتوع الكود كفرج اللي هم الستيتمنت او اللاين كفرج والبرانش كفرج والكونديشن كفرج والاكسبريشن كفرج والتوجل كفرج والفاينايت ستيت ماشين كفرج. قلنا ان دول هدفهم كلهم بيقولوا لنا احنا غطينا قد ايه من الار تي ال، غطينا قد ايه من الكود بتاعنا. وكمان يمكن كنا بصينا عن ايه الفرق بين الكود كفرج والفانكشنال كفرج وسالتكم كده هل الاثنين ليهم نفس المعنى او احنا محتاجينهم الاثنين ولا لا. وكنا وقفنا كده عند تو كيسز، ان انا لو عندي كود كفرج كتير بس فانكشنال كفرج قليله، او العكس عندي فانكشنال كفرج كتير بس كود كفرج قليله، كل واحده معناها ايه. فخلينا نعيد الكلام ده تاني بشيء من الترتيب. كنا بنقول ان الكود كفرج والفانكشنال كفرج، الاول انتوا عارفين ايه الفرق ما بينهم؟ الكود كفرج انا بشوف انا غطيت قد ايه من الكود، عديت على كام لاين من الكود او عديت على كام برانش من الكود الار تي ال يعني. الفانكشنال كفرج هو انا عملت تيستنج الفيتشرز قد ايه، صح؟ يعني مثلا في المثال بتاع الاي ال يو بتاعنا احنا قلنا ان انا بعرف اضرب واجمع واقسم واطرح، فدول فور فيتشرز. لو انا عملت تيست لثلاثه يبقى انا كده عملت 75% من الكفرج. خلاص شوف في كام فيتشر وانا عملت تيستنج لكام فيتشر ويبقى هي دي الكفرج بتاعتي. لو انا بتكلم عن الفانكشنال كفرج، لو انا بتكلم عن الكود كفرج يبقى احنا بنتكلم عن سطور الكود بتاعت الار تي ال، وانا عملت اكسكيوشن لكام سطر والار تي ال اصلا في كام سطر. تمام، فكنا بنقول ان الاثنين دول ليهم معاني مختلفه، الكود كفرج والفانكشنال كفرج. تعالوا ناخد اول كيس كده، لو انا عندي فيري لو كود كفرج 50% مثلا بس عندي 100% فانكشنال كفرج، فقلنا ده معناه حاجه من الاثنين. الاول لو هنتكلم عن الار تي ال ده معناه ان في يوسلس كود في الار تي ال. لو انا عملت 100% فانكشنال كفرج كل الفيتشرز بتاعتي خلاص تيستد، بس انا محتاجتش اجرب غير 50% من الكود بس، يبقى ال 50% من الكود التاني ما بيعملش حاجه، ملوش لازمه، صح؟ لان انا عملت تيستنج للفيتشرز كلها. طيب لو مش دي الكيس، لو لا الكود ما فيهوش حاجه يوسلس، يبقى معناه ان انا عملت ايه؟ في حاجات وقعتها في الفيريفيكيشن بلان بتاعتي. انا اصلا حطيت الفيريفيكيشن بلان بتاعتي غلط، الكفرج اصلا مش مظبوط. انا قلت ان انا الديزاين ده ما فيهوش غير 3 فيتشرز بس هو في الواقع بيقدر يعمل 5 فيتشرز، فانا لما جربت الثلاثه ولقيتهم شغالين قلت خلاص انا كده عملت 100% كفرج. هويفر الكود كفرج لسه مش 100% لان فعلا في لسه فيتشرز ما اتجربتش بس انا كنت مسقطها من الفيريفيكيشن بلان، انا اللي ما خدتش بالي ان الحاجات دي لازم نجربها. هو ده المور ريل كيس، يعني مفيش حاجه اسمها ان حد هيكتب يوسلس كود في الار تي ال، دي غالبا حاجه ما بتحصلش. اللي بيحصل ان انت لو لقيت عندك كفرج فانكشنال كفرج كبيره بس كود كفرج قليل، ده معناه ان انت وقعت حاجه في الفيريفيكيشن بلان محتاج تروح تزود الفيتشر دي. طيب الكيس الثانيه لو انا عندي كود كفرج كبيره جدا 100% كود كفرج بس الفانكشنال كفرج 50%، بمعنى ان انا عديت على كل التفاصيل بتاعه الكود، عديت على كل اللاينز بتاعه الكود، هويفر لسه ما جربتش كل الفيتشرز. فدي معناه ايه؟ معناها في الار تي ال ان في حاجه ميسنج، يعني انا خلاص جربت كل الكود بس لسه الفيتشرز كلها ما اتجربتش، يبقى الراجل اللي سلمني الار تي ال نسي يعمل تو فيتشرز مثلا في الديزاين. فانا جربت كل الكود اللي موجود، هاويفر لسه في فيتشرز لسه ما اتجربتش، يبقى كده الديزاين ميسنج. وكمان مره ده مش ريل سيناريو، مفيش حد هيديك ديزاين وهو ناقصه فيتشرز. امال ده غالبا معناه ايه؟ معناه ان انت محتاج تعمل تيستنج اكتر. كنا اتفقنا انه مش معنى ان انا جربت كل سطور الكود ان انا فعلا جربت كل الفيتشرز، صح؟ ليه؟ حد فاكر ليه؟
وكمان الكومباينيشن اوف ديفرنت برانشز. لو انا عندي في الكود 20 برانش ورا بعض او 20 اف كونديشن ورا بعض، ممكن فيتشر بتتحقق اون سيرتن كومباينيشن اوف برانشز، يعني اول مره اخد البرانش رقم 1، ثاني مره اخد البرانش رقم 2، ثالث مره اخد البرانش رقم 5، كده الفيتشر دي تتحقق. لكن لو خدت كومباينيشن مختلفه من البرانشز وكده الفيتشر دي مش هتشتغل، صح؟ فلو احنا عايزين نتكلم بقى بجد، نقول المفروض تمشي في كل الباثز الممكنه في الكود، واتفقنا ان عدد الباثز الممكنه في الكود ممكن يكون انفينيتي. يعني لو عندي لوب واحده يبقى خلاص كده الكود فيه باثز كتير جدا، صح؟ عشان كده كنا متفقين ان الكود كفرج كده كده عمره ما هيعبر عن الفيتشرز اللي موجوده. هو فعلا جود ميجر يساعدني، بس في الاخر مش معنى ان انا غطيت كل سطور الكود او مشيت في كل البرانشز المختلفه ان انا فعلا جربت كل الفيتشرز. فالسيناريو الطبيعي ان الكود كفرج يبقى فعلا بيابروتش ال 100% والفانكشنال كفرج لسه ما وصلش الرقم ده، وساعتها انا محتاج ازود في التستنج بتاعي عشان اقدر اكلوز الكفرج. تمام؟ هقول لك تاني، بس خلينا نقفل الموضوع الكومباريزون ده. فاحنا اتفقنا ان الار تي ال الايشوز اللي ممكن تكون موجوده في الار تي ال وتكتشف في الكفرج، ان انا يكون عندي يوسلس كود، كود مكتوب وملوش لازمه، او ميسنج كود، في حاجات ما اتكتبتش. اتفقنا ان الاثنين دول انريل سيناريوز. في الاخر الار تي ال ده كل ديزاينر بياخد فيتشر معينه يقعد يعمل فيها، فمفيش ديزاينر هينام شهر وبعدين يصحى يكتشف ان هو ما عملش حاجه. فالسيناريو ده مش واقعي يعني. وحتى لو في حاجه زي كده هتكتشف في اليونت تستنج اللي الديزاينرز اصلا بيعملوه، وبالتالي دي حاجه عمره ما الفيريفيكيشن انجينير هيشوفها. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اصلا الكفرج مش هدفها ان هي تطلع البجز في الديزاين، الكفرج هدفها ان هي ايه؟ تطلع البجز في الفيريفيكيشن. كفرج از فيريفيكيشن فور فيريفيكيشن، وبالتالي غالبا لما الاقي مشكله في الكفرج ده معناه ان انا عندي وان اوف ذا تو بروبلمز، يا اما انا وقعت نسيت حاجه في الفيريفيكيشن بلان، يا اما انا محتاج ازود التاست كيسز اللي عندي. تمام؟ ليه بقى بنقول ان الكفرج مهمه في الراندمايزيشن بس ولو انا بعمل دايركت تيستنج مفيش حاجه اسمها كفرج؟ لان الكفرج بتقول لي البروجرس بتاعي في الفيريفيكيشن، انا ايه الحاجات اللي جربتها وايه الحاجات اللي ما جربتهاش. انا هبقى عايز المعلومه دي امتى؟ لو انا بعمل راندمايزيشن، انا مش عارف انا ايه اللي جربته وايه اللي ما جربتوش، فهخلي حاجه كده اسمها كفرج مونيتور تقعد تقول لي ايه اللي جربته وايه اللي لسه ما جربتوش عشان اروح اجربه. لكن لو انا بعمل دايركت تيستنج انا اصلا اللي بختار ايه اللي هجربه، انا هختار ان انا اجرب واحد واثنين وثلاثة، فوالله لو جربت واحد يبقى جربته، ما جربتوش يبقى ما جربتوش، صح؟ تمام؟ ماشي. تالت سؤال بيقول وات از كفرج دريفن فيريفيكيشن؟ ايه الكفرج دريفن فيريفيكيشن؟ هي الفيريفيكيشن اللي بيزد على الكفرج. ازاي بتبقى بيزد على الكفرج؟ ان بيكون عندنا السايكل حاجه زي كده، احنا بنحط الفيريفيكيشن بلان بتاعتنا الاول، ومن الفيريفيكيشن بلان دي بنطلع الكفرج متريكس، يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل لها كفرج. عرفناها منين؟ من الفيريفيكيشن بلان. احنا قلنا ان احنا عايزين نجرب الفيتشر رقم 1 و2 و3، فهي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نكفرت واحنا شغالين في الفيريفيكيشن. بنعمل ايه؟ بنجنريت راندوم تيستنج ونبدا نكسرسايز الدات، وطول ما احنا شغالين باصين على الكفرج بتاعتنا، الكفرج وصلت لغايه ايه. لو عملنا 100% كفرج خلاص بنخلص الفيريفيكيشن، لو عندنا كفرج هولز لسه ما اتجربتش، يعني في حاجات ميسنج لسه ما اتجربتش عندنا كفرج هولز، بنروح نضيق الكونسترينز بتاعتنا عشان نهيت الحاجات اللي احنا ما كناش عملنا لها هيتنج باي راندمايزيشن. بمعنى احنا الاول بنبدا بالراندمايزيشن ونبص على الكفرج احنا وصلنا لقد ايه، غطينا قد ايه من الديزاين. مع الوقت الكيرف بتاع الكفرج بيبدا يفلتن، يعني بيبدا يساتيوريت. يعني في الاول ما ببقاش جربت حاجه، وكل ما ازود تيست كيسز كل ما الكفرج بتزيد، لغايه
بعد شويه من التستنج بنوصل ان احنا مثلا وصلنا ل 80% 85% من الكفرج، والتستنج مش قادر يهيت ال 15% الباقيين لان هم كورنر كيسز محتاجين كونسترينز معينه عشان اوصل له. في كورنر كيس معينه لسه ما غطيتهاش. طول ما انا برندمايز كده وخلاص من غير كونسترينز هحتاج وقت طويل جدا عشان اهيت الحاجات دي. فبنعمل ايه؟ بنضيق الكونسترينز، يعني بنروح ننشن في حته معينه كده الكورنر كيسز اللي احنا محتاجينها، نضيق الراندمايزيشن بتاعنا شويه عشان نقدر نهيت الحاجات دي. الكونسترينز دي لو قعدنا نضيقها هنبقى بنعمل دايركت تيستنج، صح؟ يعني لو مثلا برندمايز رقم من 2 ل 10 فانا بعمل راندمايزيشن، لو ضيقته بقى 2 ل 8 يبقى انا بعمل راندمايزيشن بس اقل شويه، 2 ل 5 2 ل 4 لغايه اما اقول من 2 ل 2 يبقى انا كده بعمل دايركت تيستنج ومفيش راندمايزيشن اصلا، صح؟ فان احنا نعمل دايركت تيستنج او نضيق الكونسترينز الاثنين ليهم نفس المعنى على حسب ايه الحاجات اللي ميسنج واحنا عايزين نوصل لها في وقت قد ايه. خلاص؟ فده بنسميه coverage driven verification، ان انا ببدأ بالrandomization و keep an eye on the coverage، والcoverage هي اللي تقول لي انا المفروض اعمل ايه، اروح اضيق الconstraints، اروح اعمل direct tests ولا اعمل ايه بالظبط. خلاص؟ الحاجات دي بتتعمل مانوال، يعني ممكن الناس تبقى فعلا بتبص كده على الريجريشن بعد 50 60 تيست اللي وصلنا لايه، بعد 100 تيست وصلنا لايه، ويبداوا يخشوا في الكود يغيروا الكونسترينز ويرنوا تاني. وفي حاجات بتتعمل بطريقه اوتوميتد اسمها انتليجنت تيست بنش اوتوميشن او اي تي بي اي. الاي تي بي اي ده هو ان التست بنش يكون انتليجنت انف ان هو ياخد باله من الكفرج جولز بتاعتك وانت وصلت لقد ايه وفاضل لك قد ايه، ويبدا هو يوبتمايز عشان نوصل للكفرج جولز في وقت اسرع. البروسيس دي اسمها كفرج دريفن فيريفيكيشن. في حاجه تانية اسمها جراف بيزد فيريفيكيشن او جراف دريفن فيريفيكيشن، مش هنتكلم عنها في الكورس، بس يعني ليه بنقول الكفرج دريفن فيريفيكيشن؟ عشان في تو ابروتشز، الكفرج دريفن فيريفيكيشن والجراف بيزد فيريفيكيشن، هما تو ابروتشز. احنا هنتكلم في الكورس عن الكفرج دريفن بس ليه في حاجه اسمها كده يعني عشان احنا بنفرق ما بينها وما بين الجراف بيزد او الجراف دريفن فيريفيكيشن. طيب نعم انا هديهولك كل الكلام ده. طيب بعد كده سؤال رقم 4 بيقول what is the difference between x and z in verilog؟ ايه الفرق بين الـ x و z في الفيريلوج؟ register دوره ايه؟ register دوره يعني مش عنده value في الـ register غير عنده value في الـ ماشي. حد عنده رأي تاني؟ حلو، حد عنده رأي تاني؟ مش اكس ان نون فاليو، لان نون فاليو دي ممكن تيجي من الانيشلايزيشن بتاع الريجستر زي ما كنت بقول زملكم، لو عندي ريجستر لسه مش انيشلايزد فبيبقى عليه اكس فاليو، او تيجي من ريس كونديشن لو انا عندي اكتر من درايفر الاثنين بيدرايفوا نفس الحاجه، حد بيدرايف ب 0 وحد بيدرايف ب 1 فهتلاقي الوير ده بقى عليه اكس. كلمه اكس في السيستم في الفيريلوج او في السيستم فيريلوج معناها انون ستيت، انون عشان لسه مش انيشلايزد، او انون بسبب ريس كونديشن اثنين بيعملوا درايفنج في نفس الوقت او واتس ايفر يعني. فاكس معناها انون، زد معناها هاي امبيدنس او فلوتنج. هاي امبيدنس او فلوتنج يعني حاجه مش دريفن باي اي درايفر، واير مش دريفن باي اي حاجه كده، فبيبقى ايه بنسميه هاي امبيدنس. بيبانوا في السيميليشن الاكس باللون الاحمر والزد باللون الازرق، صح؟ انا بقول لك اكس معناها انون، فواحده من الحاجات اللي بتخلي لي يظهر انون ان انا يكون عندي مالتيبل درايفرز بيحاولوا يدرايفوا نفس الحاجه بفاليوز مختلفه، حد بيحاول يدرايف ب 0 حد بيحاول يدرايف ب 1 فهتلاقي الواير بيظهر عليه اكس. اي حاجه بتدرايف واير، يعني تو موديولز مثلا الاثنين متوصلين بنفس الواير، تو جيتس الاثنين متوصلين بنفس الواير، قصدي اي لوجيك سيركت يعني بتحاول تدرايف حاجه. تمام؟ هو
متوقع، بس في السيميليشن بيبان لك على انها اكس. انت لما تلاقي اكس في السيميليشن يعرف ان هم هيحرقوا بعض فعلا. السؤال رقم 6 بيقول what is the difference between the following two declarations، ان انا اعرف الواير 7 to 0 7 down to 0 او 0 down to 7. السؤال رقم 5 بيقول ايه الفرق بين الكود اني الاهم الكود كفرج ولا الفانكشنال كفرج. الاثنين مهمين. ليه الاثنين مهمين؟ عشان الكومباريزون اللي قلتها في الاول. تمام، يعني لو واحده منهم ميسنج زي ما شفتوا كده ده بيدل ان في مشكله، يعني ذات سؤال هما الاثنين مهمين. طيب السؤال رقم 6 بقى بيقول ايه الفرق ما بين التو ديكلاريشنز دول، ان انا اعرف واير 7 داون تو 0 او 0 اب تو 7. حد عارف الفرق؟ كبر شويه كويس كده. اني احسن 7 داون تو 0 ولا 0 اب تو 7؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ لا لا، عشان حسب الابلكيشن، حسب اللي عايز اشتغل فيه. اللي انت عايزه، بس انا بقول احنا اني احسن فيهم في الكتابه. احنا لما بنيجي نكتب على ورقه من غير السيستم فيري لوك، ولو جيت قلت لك كده 1 0 1 0، فاحنا عارفين ان دي اللي على الشمال هي الموست سيجنيفيكانت، صح؟ يعني بنيجي نعد البيتس، بنعد دي البيت رقم 0، دي رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3، دي الموست سيجنيفيكانت ودي الليست سيجنيفيكانت، صح كده؟ فلو انا عرفت واير 3 down to 0 اسمه اكس، هو هيمشي بنفس الترتيب ده. لو قلت له اكس اوف 0 هيجيب لي دي، اكس اوف 1، اكس اوف 2، اكس اوف 3، دي الموست سيجنيفيكانت ودي الليست سيجنيفيكانت. لكن لو عرفته بالعكس ساعتها هيعد البيتس بالمشقلب، دي هتبقى البيت رقم 0 ودي رقم 1 ودي رقم 2 ودي رقم 3 ودي كده هي الموست سيجنيفيكانت ودي هي الليست سيجنيفيكانت. فاحنا في الكتابه بنستخدم الطريقه دي، فدايما بنكتب بالفيري لوج بالكونفنشن ده عشان يبقى زي الحاجه اللي احنا متعودين عليها بالورقه والقلم. لكن ده احنا بنتلخبط لو قلت لك ان دي الموست سيجنيفيكانت، مش بنحبها كده يعني. احنا متعودين دايما نرص الباورز اوف 2 من اليمين للشمال، فبنكتبها كده عشان احنا متعودين عليها وخلاص. طيب السؤال اللي بعده بيقول what is 10-HED؟ عارفين ايه ده؟ بيت هيكس ديسيمال. ايه اللي كان هيحصل لو كنت هو الاي دي دول اصلا بتحتاج كام بيت عشان تتكتب فيه؟ اي دي الاثنين مع بعض 8 بت. طب انا ليه حطيتهم في 10 بت؟ ليه حطيتهم في 10 بت؟ ماشي، لو كنت كتبت 7-ED كان ايه اللي هيحصل؟ اني بيتس بقى بتبقى ترانكيتد الموست سيجنيفيكانت. انا بحدد الويتس، لو حطيت الويتس اكتر من الفاليو بيزود على الشمال اصفار، لو اصغر من الفاليو بيترانكيت من على الشمال. خلاص خلوا بالكم من الموضوع ده عشان مهم قوي.
الرقم اللي بنكتبه في الاول ده الويتس ان بيتس، ده بالبيتس بغض النظر انا كتبت هنا هيكس ولا باينري ولا ديسيمال، الرقم اللي بنكتبه ده بالبيتس تمام. وبعد كده بنكتب البيز، انا شغال هيكس ديسيمال ولا باينري ولا ديسيمال ولا اوكت خلاص. وبعد كده هنا بنحط الفالي تمام. انا بقول له الاي دي ودي بتاخد 4 بت، فانا محتاج 8 بت عشان اريبريزنت الاثنين دول صح. تعالوا نحولهم كده، الدي دي اللي هي رقم كام؟ 13 صح، فهيتحول 1101 صح، والاي اللي هي 10 فهتتحول تبقى ايه 1010. فهم محتاجين 8 بت بي ريبريزنتد، انا بقول له حطهم في 10 بت فهيروح جاي حاطط لي صفرين هنا زياده. لو قلت له حطهم في 100 بت هياخد 8 هنا ويحط لي 92 صفر تانيين قدام ماشي. طيب لو قلت له ما تحطهم ليش في 8 بت، قلت له حطهم في 7 بت، ايه اللي هيحصل؟ هيختار 7 ويترنكيت البت الثامنه. هيترنكيت البت دي ولا البت دي؟ هيترنكيت دي. فلو قلت له حط في 6 بت مثلا هيختار الستة دول ويسقط دول تمام. لو قلت له حط في 10 هيحط اصفار هنا برضه. احنا عندنا كذا سؤال بقى هنقعد نكتب كده فيري لوك كود، هو بيوصف لنا سيرتن موديول واحنا نكتب الفيري لوك كود بتاعه، فهتبقى حاجه ممله ان انا اقعد اقرا السؤال واكتب الفيري لوك كود وامسحه وبتاع. فهنعمل ايه؟ هنقرا السؤال ونفهمه وبعدين هتكتبوا انتوا الفيري لوك كود وهنطلع واحد كده راندم يقول لنا هو عمل ايه. احنا كان المفروض نجيب لابات ونشتغل وكده، بس ايه انا اكتشفت الموضوع ده متاخر، ف مره جايه ان شاء الله. الاي دي اي بلاي جراوند ايه المشكله؟ هوت سبوت ممكن. نعم يبقى اونلاين يشتغل اصلا من البيت يعني صح. وممكن ناخد بقى السكشن ده في اللاب صح. والله انا نفسي مع نفسي ما عنديش مشكله خالص. ايه مع المشكله؟ مش في الدكتور برضه، المشكله بتبقى في الاداره. ماشي. اول سؤال بيقول لك رايت ا فيري لونج بيهيفيرال ديسكريبشن اوف ا 4 بت ادر موديول، ذا ادر شود هاف 3 انبوتس اي و بي و سي ان اند 2 اوتبوتس سم اند سي اوت، بورت سي اند سي اوت ار 1 بت والباقيين 4 بتس ادر. يعني سهله صح؟ مش هعملوها يلا. ايه؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، من ساعة ما دخلت الكلية أنت بتكتب كود على ورق، جاي على السكشن بتاع أرمط. نعم؟ أنت بتكتب؟ محاضرة إيه؟ هو إيه الإيديتنج الفظيع اللي بيحصل في ال مش فاهم يعني واي تيكس سو لونج، ليه مش بترفعها زي ما هي وخلاص؟ ايه؟ لا انا بقول ايه الايديتنج اللي محتاجين تعملوه يعني؟ خلصتوا؟ ده قدر يا جماعة. Thank you.
حد خلص طيب؟ انا خلصت لسه بقى في يوز او بس خلاص؟ كل ده هيبقى السيرفر نعم؟ شايف؟ يمشي كده ولا كده؟ والله انا نايم مش عارف اعمل صح ولا لا. CNCO حلو قوي ممتاز. اه ممكن تكتبه بقى على البورد. على البورد ده؟ اه وانت واقف. هو سطر يا جماعه. صرت تحط لهم الحاجات في موديول يا علاء. ايه البخل ده يا علاء؟ هتاخد اول سبلوك كده في ايدك يعني ولا ايه الشيء؟ خدتوش الكونكاتينيشن؟ انتوا خدتوا كورس كمبيوتر اورجانيزيشن؟ مع دكتور اشرف سالم صح؟ طيب يا عم ده انتوا معلمين. ايه؟ كان في وقت كورونا وكده ولا كان في الفتره بتاعت كورونا؟ لا لا الكورس الكورس بتاع دكتور وسق انتنسيف يعني مش مجهد ولا حاجه. دكتور وسق كان كويس كنت بعتمد او كان ده كان كورس مجهد بتاع دكتور اشرف. اه قشطه كده ولا ايه؟ شاري ولا مغير؟ هو عرف الاي والبي كانهم انبوتس وما بانه ما كتبش هم ريج ولا واير يبقوا واير، وبعدين عرف السم والسي اوت ان هم ريجسترز تمام، وبعدين always at star يعني always at any star يعني اي حاجه اي حاجه تتغير. انت عارف السنسيتيفيتي ليست اللي بتتكتب في الاولويز بلوك؟ always at a او always at b او كده، عارفها صح؟ اسمها اي صح. ستار معناها اي حاجه، اي حاجه بقى في البرنامج كله في الانبوتس بتاعتك اي او بي او سي ان، بدل ما يكتبهم اي بي سي ان هو كتب ستار يعني الانبوتس كلها. فاي حاجه من الانبوتس هتتغير هيخش يعمل ايه، يجمع اي وبي وسي ان ويحط الفاليو في السم كونكاتينيتد مع السي اوت. كونكاتينيشن يعني لزقتهم الاثنين في بعض، فهو لزق السم مع الكاري والفاليو اللي هتطلع جزء منها هيتحط في السم والبيت اللي متبقيه زياده هتتحط في الكاري. طب هو يفهمها ازاي؟ مين ده؟ يعني يعني
جمع اي وبي وكاري ان هيحطها في السم والسي اوت. الكونكاتينيشن في السيستم فيريلوج بيتعامل ازاي؟ بياخد التو فاريبلز يلزقهم في بعض حرفين، فكانهم الاثنين اتلزقوا في بعض. هو هيجمع بقى البيت الزياده هتروح في السي اوت. ممكن مثال؟ مثال على ايه؟ اوكي تعالى نحط ايه الاي بوحايد والبي بوحايد. تعالى كده نحط الاي 111 والبي 1111 110 معنا الواحد، 3 وحايد 1 معنا الواحد، 3 وحايد 1 معنا الواحد، 3 وحايد 1 معنا الواحد. دي الفاليو كده اللي المفروض تتحط صح؟ وبعدين هيبقى معانا واحد كاري اللي هو هيتكتب هنا، فدول هيتحطوا في الصم والبيت الزيادة هتتحط في السي او. تمام؟ يعني في الاخر الريزلت طلعت 5 بيتس، وهو هنا عمل فاريبل مكون من 5 بيتس، 4 عبارة عن الصم واحد عبارة عن السي او، فهيقصين الخمسة دول للخمسة دول. الكمبيوتر فاهم يعني ليه ما يفهمش يحط الأربعة في السي او وواحد في الصم؟ هو ما فهمش حاجه، الاثنين دول دي الويتس بتاعها 4 وده الويتس بتاعه 1، فهو شايف فاريبل الويتس بتاعه 5 والريزلت دي طلعت 5 بت، فراح اساين ده الخمسه بتس دول للويتس اللي هو 5 اللي هي تتكتب ازاي في الميموري؟ 0 1 1 1 1 دول كده هيروحوا في الصم وده هيروح في السي اوت. يعني هو اساين الراجل ده للتو فاريبلز لازقين في بعض. استفدت من ايه؟ من الكونكاتينيشن. كنت هتعملها ازاي من غير الكونكاتينيشن؟ كنت هتضطر تعرف ريجستر تاني هنا احتياطي للسم صح؟ انا عملت كده، انا عرفت ريجستر تاني وعملت له اسايد. مش مشكلة بس دي اسرع يعني اسهل حاجة. لا ما هو علاء على طول. ليه؟ ماشي. انتوا عارفين البورت كونكشن رولز صح؟ كانت مكتوبة كده في اخر سلايد انا بصيت عليه عشان ما تقوليليش ما خدناهاش. هو دكتور ايمن لما شفت ان انا كنت برضه؟ ماشي. انا بصمجها تاني دلوقتي. الفيريلوج بيتعامل مع كل بورت في الموديول كانه حاجتين مختلفين. يعني لو عندي انبوت فانا عندي واير هنا اهو ووصل هنا، انا هعرف الانبوت ده مرتين، مره جوه الموديول ومره بره الموديول. تمام؟ ونفس الحكايه بالنسبه للاوتبوت، لو انا عندي اوتبوت من الموديول فهو هيتعرف هنا وهيرجع يتعرف هنا. تمام؟ طيب الانبوت اللي داخل لي هنا انا ينفع اغير الفاليو بتاعته وانا جوه الموديول؟ يعني انا لو داخل لي انبوت الاي والبي وانا بجمعهم ينفع انا احط عليهم فاليو على الاي والبي؟ ما ينفعش، دول انبوتس ليا صح؟ ما دام ما ينفعش احط عليهم فاليو ما ينفعش اعرفهم ريجسترز، لازم اعرفهم نتس يعني يتقروا بس. خلاص؟ فالانبوتس لو انا بعرفها جوه الموديول لازم تبقى نوعها نت واير، ما ينفعش اعرفها ريجستر. خلاص؟ نعم؟ لو انا داخل لي انبوت ينفع اغير قيمته؟ انبوت داخل الموديول جوه الموديول، الموديول ينفع يغير الفاليو بتاعته؟ بره الموديول ينفع، لكن جوه الموديول انا داخل لي تو فاليوز المفروض اجمعهم ينفع اغيرهم؟ لا. فالفيريلوج ما بيسمحلكش ان انت تعرف الراجل ده على انه ريجستر، بيقول لك ده واير داخل لك لازم تلاقيه واير. خلاص؟ طيب العكس بقى للاوتبوت بره،
لو انا باخد رقمين اجمعهم وبطلع الاوتبوت، هل الاوتبوت اللي طالع لي ده ينفع من بره اروح اغيره؟ ايه؟ انا باخد رقمين اجمعهم ويطلع لي السم بتاعهم، ينفع بره افورس حاجه على السم اللي طالع ده؟ انا دخلت 5 و10 طلع لي 15، ينفع اخليها من بره 17؟ ما ينفعش صح؟ فمن بره هنا ما ينفعش اغير الشيء ده، فلازم اعرفه نت، ما ينفعش اعرفه ريجستر. فالانبوت جوه لازم يبقى نت والاوتبوت بره لازم يبقى نت. خلاص؟ طيب هنا ينفع اغير الراجل ده؟ اه ينفع، فينفع تعرفه نت او ريجستر مش فارقه، انت حر. تمام؟ طيب من جوه هنا ينفع اتحكم بالفاليو دي؟ اه انا الموديول انا اللي بطلع الاوتبوت، فينفع اعرف الراجل ده نت والريجستر. طب لو في جوه الموديول هنعيد نفس القصة، يعني أنا لو عندي موديول كده صغير هيبقى عندي هنا أوتبوت وعندي هنا إنبوت، فالراجل ده ما ينفعش أغيره فلازم يبقى نت، والراجل ده ما ينفعش أغيره فلازم يتعرف هنا نت، ده ينفع فأعرفه نت أو ريجستر، وده ينفع فأعرفه نت أو ريجستر. طب بقى لو نخرج الموديول بقى ده يوصل لداخل، انت بتعجزني يا عم ولا ايه؟ لا لا اي لو عايز ايه؟ عايز اطلع الاثنين بقى توصلوا لبعض الاثنين دول؟ او الاثنين التانيين ماشي. الراجل ده فاريبل والراجل ده فاريبل تاني، هتوصلهم ببعض، هتعرف فاريبل تالت اسمه واير يوصلهم ببعض صح؟ عارف ايه؟ واير تالت يوصل الاثنين دول ببعض صح؟ ما عملناش كده تاني. هو انا عملت ايه؟ هو كان السؤال جاي مثلا ايه؟ لو انت وانت بتعرف الفاريبل ده الموديل ده هتعرفه ايه؟ لو تعرف نفس الفاريبل الموديل ده هتعرفه ايه؟ لو تعرف نفس الموديل ده الموديل الكبير هتعرفه ايه؟ ماشي. هنا ينفع اعرفه ريجستر عادي صح؟ اه لان انا اللي هتحكم فيه، اي حاجه انا هقدر انا اللي هتحكم فيها ينفع اعرفها ريجستر او نت. لو حاجه فاليو انا بتجيلي ما ينفعش اعرفها غير نت بس، هنا الانبوت ده جاي لي يبقى نت بس، هنا الاوتبوت ده طالع لي يبقى ينفع اعرفه نت بس. تمام؟ ميك سنس؟ ماشي. وعشان تبقوا عارفين الكونسترينز دي معموله في الفيري لوج عشان ينظم الدنيا بس، لكن في الواقع عادي يبقى اي حاجه نت واي حاجه ريجستر مش فارق. يعني لو انا عايز الاتش الفاليو اللي داخله لي دي اعمل ايه؟ هدخلها على ريجستر فرض الواقع، يعني عادي ان انا احط هنا فليب فلوب محدش هيتضايق، فعادي ان يبقى في ريجستر هنا. بس الفيري لوج بيقول لك لو عايز تعمل كده روح عرف فاريبل تالت اسمه ريجستر واساين بيه الفاليو دي. تمام؟ في حاجه تنظيميه يعني. هنا لو ايه؟ مش فاهم سؤال. قصدك عايز توصل الاثنين دول ببعض؟ اه ممكن تعرف ريجستر او واير وتوصلهم ببعض عادي. عشان اقدر اتحكم فيه. اه. بالظبط. هو ايه الفرق بين الواير والنت؟ الفرق بين الواير والنت هما الاثنين نفس الحاجة. مش تفرق يعني عايز فراغ عاطفي. هما نفس الحاجة. في كونكشن ثالثة بقى اسمها ان اوت، شفتوها قبل كده؟ ان اوت كونكشن. اخدناها برضه خدتوها قد يعني ايش؟ لو معرف حاجة ان اوت يعني ايه؟ ينفع باي دايركشنال، ينفع تدخل داتا او ينفع انا اطلع عليها داتا. خلاص؟ ساعتها ما ينفعش اعرفها ريجستر اني هاو جوه وبره، لازم دايما اعرفها نت. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ هو ايه الفرق بين البيهيفيرال كود والاستراكشرال كود؟ ماشي. البيهيفيرال انت بتوصف الفانكشناليتي زي ما علاء عمل هنا وانا مسحت اللي هو كتبه، بيقول اد بوزيتيف ايدج روح اجمع الاثنين دول ومش عارف ايه. استراكشرال يعني بتاخد موديولز او بلوكس وتوصلها ببعض، يعني هاخد جيتس كده واعرف شويه جيتس واعرف وايرز واوصلهم ببعض، اوصف الاسكيماتيك يعني. في
في فرق بين ان انا اوصف الاسكيماتيك الادر اللي هو عاد علاء كتبه ده، مش انتوا خدتوا اللوجيك بتاعه الفول ادر بيتعمل ازاي، بيبقى عباره عن اند جيت واكس اور جيت ومش عارف ايه وبتاع. لو هو كتب الجيتس دي يبقى ده اسمه ستراكشرال ديسكريبشن، لو هو كتب الاد بس والتول هي هتفهم بقى هو بيتعمل ازاي يبقى ده اسمه بيهيفيرال ديسكريبشن. خلاص، يعني البيهيفيرال ده انت بتكتب البيهيفير انت شكله عامل ازاي، والسنسز تول هي تحوله في الاخر لسيركت. الاستراكشر انت بتوصف السيركت زي ما هي. تمام، ماشي. السؤال رقم 9 بيقول write a very long structural description of an 8 bit adder that uses two of the 4 bit adders of the previous problem. بيقول لك احنا عملنا 4 bit adder، هناخد بقى ال 2 blocks اللي هم ال 2 4 bit adders دول نوصلهم ببعض ونعمل 8 bit adder. فده اسمه structural لان انا ايه جبت modules ووصلتها ببعض. تمام، مين بقى يطلع يعمل ده؟ لا لا، احنا عندنا اصلا الفور بيت ادر اللي علاء عمله، هتاخد اتنين فور بيت ادر وتعمل بيهم 8 بيت ادر. حاسس ان انا مش هلحق احقق التارجت السكشن ده واخلص الشيت كله. خلصتم؟ البيهيفير انت بتوصف البيهيفير بتاع الدايره، والسنسز ستول هي اللي هتروح تعمل لك السيركت. الاستراكشر انت بتوصف الاستراكشر بتاع السيركت، بتقول انا عايز اند جيت هنا واور جيت هنا، الموديول الفلاني هنا، وتعمل الوايرنج ما بينهم. يعني بالرسم ولا بالكود برضه؟ بالكود. السؤال؟ يلا علي. في حد من الناس اللي قاعد عنده مشكلة في درجات الاساينمنت؟